أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: هل نسأل عن الخاطب إذا جاء لخطبة موليتنا؟ وما حكم أيضا أن نسأل عن في حارته وإمام المسجد؟ نعم، كل هذا مطلوب أن تسألوا عنه. إذا لم تعرفوه إنكم تسألون من يعرفه عن دينه وعن خلقه وسيرته، لأجل أن تتأكدوا من صلاحيته للمخطوبة.